قولي لي يا امي بعد اذنك، فرح عاطف كان امتى؟ كان امتى؟ بعد شهرين. فرحه بعد شهرين، ده دخلته يعني بعد شهرين. امال بكره ده كان ايه؟ ده كان خطوبه النهارده. بقول انا فرح النهارده، فرح النهارده. نفسي اموت شهيد. لا مسجد في الصبح وقال لي انا فاضي. بص لا انا اقول اسجد فين انت يا حبيبي؟ قال لي ده فاضي، اللي يقول لي اسجد فين عاطف؟ قول له فرح النهارده. بص لأصحابك هنا عم سامي وين؟ يا ريت نموت شهيد يا رب. كل شوية يقول لي يا ريت نموت شهيد. أنا عاوز نموت شهيد. طب إيه؟ فرحنا صاب ماما، كان واقف في البلكونة، صاب ماما وجري على عم سامي. حضرتك أخته الكبيرة؟ أنا أخت الكبيرة عوض. تمام. كان واقف في البلكونة هو وأمه وأخوه مجد الصغير. أول ما شاف عم سامي ماما بصوت من فوق عمك سامي، عم سامي شوية وشاف واحد صاحبه تاني. غدا سامي جري ووطي بيشيل الراجل. بص أنا قاعد بصوت في البلكونة عم سامي، قالوا له عاطف. بنعدله قالوا ده خد رصاصة في دماغه. قالوا له عاطف فوق احتل معاه. عاطف ده كان بابا ميت وسايله عنده سنتين وشهرين. هو العائلة عز البيت. كان بالنسبة لنا الأب والأخ. شد حيلك. فأنا كل اللي أقوله منهم لله، ربنا ينتقم منهم. شد مين؟ شد حيلك. شد مين يا أخوي؟ شد مين يا أخوي؟ شد مين يا أخوي؟ يا أخوي سايبة لي عندها أبوي سنتين ولد 40 يوم. مولود كان 40 يوم أبوي توفى. الرب فيه من 30 سنة يا أخوي. السيسي يا ريت ما يسيبش الارهابيين. عاطف وكتير قوي من الزايد من ولادنا اللي الارهابيين الكلاب الغدارين اللي كان عامل عمليه في رجله، كان يجري ايام المظاهرات ويروح ويشيل اصحابه ويشيل التعبانين ويشيل الناس عشان خاطر ينجح السيسي، وجري انتخب وعمل عمليه في رجله. عايز اقول له دم عاطف في رقبتك هو اللي يتصرف مع الكلاب. حتى الكلب وافل صاحبه. مش لاقي اي تعبير اقوله غير اقول حسبي الله ونعم الوكيل.